جايز كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا منيح. سو الفيديو اليوم راح بيكون اي day in life, morning day in life with a newborn. So here's Lorenzo today. So sorry if the quality of the video at the beginning, يعني sorry if the quality بالفيديو بالاول منا كتير واضحة, بس بجرب ظبطها مع الوقت. صحة صحة مامي صحة. يعني نهاري كيف بقضي نهاري وصباحي مع مولود جديد. حبيت اقول لكم اياه لهذا الفيديو من بعد ما صار له شهرين لورينزو بالبيت معي, مع انه عمره 4 اشهر, ويلي حضر الفيديو اللي قبل بيفهم انه ليه شهرين بالبيت وكيف عمره 4 اشهر. سو بدي اقول لكم ثانك يو كثير 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 جايز على كل الكومنتس وعلى كل الفيدباك اللي اجاني على هذاك الفيديو. عن جد اي دو ريلي ريلي ابريشيتد, وبتشكركم من كل 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 قلبي. سو خلينا نبلش بهذا الفيديو, ورح افرجيكم نهاري على المزبوط كيف بكون. سو بلا ميك اب, بلا شعر, بالبيجاما, وخاصة نحن هلا بالحجر الصحي, حجر المنزل. نو 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 نو. سو يا, واذا حابين نبلش هذا الفيديو ما تستعملوا لايك وشير واكيد سبسكرايب لماي شانل, واتبعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام والسناب شات والفيسبوك @عمل ابو جوده. انا بشوفكم بهالفيديو. So guys, our morning start, and صباحنا ببلش تقريبا على الساعة 7 الصبح, 7:30, it depends, يعني اوقات حسب 8 8:30, مع انه كل الليل ما بنكون نايمين. تنكون صريحين انه بيوع بياكل تقريبا وجبتين لثلاث وجبات بالليل. قبل كان ياكل كل 2:30, هلا صار عم ياكل تقريبا كل 3 4 ساعات, احسن بكتير. سو بقوم الصبح بفتح له البرداية بفرجي انه نحن اليوم الصبح نهار, واكيد بعطيه الغنج اللي لازم, بغير له الكوش, بغير له الحفاضات, لانه تقريبا قبل كل وقعة بغير له الحفاض. من بعد ما غير له الحفاض بعطيه, اذا حسيته كتير عم يبكي وينقني لانه صار كتير جوعان, بحط له شوية صغيرة على التتيني, يعني على الباسيفاير, شوية صغيرة من الدواء المغص, وبكفيله. برجع هون بيجي وقت البريست فيدينج. سو بدي اقول لكم انه انا صار لي تقريبا 4 months عم بعمل, 4 months ونص تقريبا عم بعمل بريست فيدينج, مع انه اول شهرين ما كان يكون موجود, بس كنت ضلني عم بعمل بامبينج, وبضلني اشرب مي كتير منيح بالوقت اللي عم بعمل فيه بريست فيدينج. سو برجع ابدا الشي من بعد ما خلص له تتسيب, غنجه شوي صغيره, خليه يلعب, بضحكه شوي صغيره, كرمال هيك يكون شبعان ومرتاح, ونبلش نهارنا بطريقة كتير حلوة. من بعد ما أكون رداته أكيد ما بيكون أخذ الكوانتيتي اللي لازم يخدها, لأنه بتعرفوا كل ما عم بعمل بريست فيدينج كل ما بيزيد الكوانتيتي الحليب تبعي أكتر. سو بسحب كل شي باقي من حليب, وبأول ليفل على الآخر. قبل كنت أسحب كوانتيتي أكتر, كمية أكتر, هلا عم تخف الكمية شوي صغيرة, لأنه دمن الطلب تبع البيبي تبع لورينزو أكيد عم بيصير زيادة, سو عم بيصير ياكل أكتر من ما كان ياكل قبل. هذا شي كتير طبيعي. بنفس الوقت بلاهي شوي صغيرة بالوقت اللي عم بعمل فيه بامب, لأنه بحوس ما بحب يقعد, يعني مثلا ربع ساعة نص ساعة ماكسيموم بيقعد محله. ثاقبة النهار كانت الماما عندي, سو اجت أخذته شوي صغيرة كرمال أنا أقدر أهتم بأموري شوي صغيرة, أقدر أتروق على رواق, لأنه بالعادة صراحة ما بتروق قبل الساعة 11, لأنه كتير بيعذبني أوقات, بينقني كتير, بمغص كتير, وبتعرف إنه كان عنده عملية الإفتاء. من بعد ما عملت البامب حطيتهم بالبراد, أكيد برجع بجلي وبطهرهم للبيبرونات أو للتولز, يعني الأدوات اللي طهرت فيها. وإذا بدكم جايز أعملكم فيديو كامل على البريست فيدينج والتطهير وكيف تعملون ستورج للميلك, تبقوا حطوا لي بالديسكريبشن بار بلو. نيكست بنتقل على ماي بريكفاست, على ترويقتي اللي هي مؤلفه من الحليب, من القرفه, من الشوفان, حب الشوفان اللي هو كتير منيح للبريست فيدينج, انه ينتج حليبك زياده. من اول نهار بلشت في بريست فيدينج وانا عم بعمل هيدي الترويقه, سمتايمز بنتقل للبيض المسلوق, وعسل وموز ولوز وقرفة وكاكاو. So guys كتير طيبة, ما في لكم قدي طيبة وسوبر هيلثي. بهيدا الوقت بكون انا عم بتروق فيه, اكيد بحط تقريبا نص ساعة كل يوم على السوينج تبعه, بيلعب بيتسلى,
كمان ابني من النوع اللي كتير بحوس، يعني بيقعد عليها نص ساعة. هون بالوقت بيكون اجا بي من الشغل، تعرفوا على بالوضع الكورونا، الكفوف والكمامات ضرورية، اكيد بغسل وجهه قبل. بهالوقت انا بكون اخدته تا نايمه، لانه بيكون بلش يخفى شوي صغير من بعد ما لعب شوي صغير. يعني هذا هو الروتين، بيقوم بياكل بنلعب، من بعد اللعب يرجع بينام. هون حاولت انايمه على طول، بس حاول انايمه بحط له، بيستعمل هيدي الابلكيشن بحط له عليها الميوزك اللي الميوزك الرايقه، وبنفس الوقت فيها نويز، فيها كل انواع النويز اللي هي الوايت نويز، بيقولوا انه كتير منيحه للبيبي بس ينام، لانه بيسمع اصوات السشوار والهدول، يعني بيكونوا عم يسمعوهم ببطن الام بس يكون بقلب بطنه. سو من بعد ما حط له هيدي الميوزك، والحلو فيه انه بقدر اعلي الصوت واعمل ميكس بين الميوزك والوايت نويز، كمان عشان اني احطه بالتخت دغري بنقني. سو برجع بحط شوي صغير على ايدي ليخفى، واذا ملاحظين الايام بقوم في كتير على محلي لارجع احطه بالتخت، لانه هي سو بيكي، عن جد هي سو بيكي، دغري بيوع، يعني كتير نومه خفيف. بهالوقت بستفيد برتب شوي صغير اوضته، اذا ملاحظين اني اوضته عملتها تختين وحطيت له تخته بالنص، هلا اكيد هلا بهالوقت عم بستعمل له البارك. برجع بنتقل على المطبخ، هون بتكون تقريبا صارت الساعة، الوقت بيركض ركض قاعد، بتكون صارت الساعة 12 ونص، وحدة اذا مش وحدة ونص، اللي ركض ركض. بحاول اتغدى، بشوف شو عامل غدا، بسقبت الماما كانت عندي هون حملت لي غدا، بس قاعد صدقوني انه ما بقدر حط ايدي بالمطبخ ابدا، او جوزي بيكون عم يطبخ لي. بنفس الوقت انا عم بتغدى عم براقبه على الكاميرا تشوف اذا واعي ما واعي، يعني sometimes ما بقدر اكل اللقمة تبعي بهنية. سو هون انا مش عاوزة بكون عم نتغدى دغري واعي، ما خلي عم نكفي الغدا، لما بكون بيوعى دغري كمان بعطيه الفيتامينز تبعه وبغير له الكوش دايبرز. عنده نوعين فيتامينز بعطيهم بالنهار، هذا النوع الفيتامينز اللي ما بيحبون وما بيطيقون ابدا. سو من بعد ما خلص بلفه بالحريم، وبننتقل كمان على السلام بغير له جو شوي صغيرة كرمال اجا وقت اللعب. اوقات بعمل له تامي تايم، اوقات بحطه على السوينج، بغنشه شوي صغيرة، بحسسه انه لازم ينبسط. هلأ من بعدها البريست فيدينج، يعني تقريبا كمان 3-4 مرات بنهار بريست فيدينج، ومن عشية بعطيهم بالبيبرون لانه بكون سحبت له اياهم بالنهار. سو مثل ما ملاحظين عم بستعمل هيدي الكوستان للبريست فيدينج، في منها بيجي قصير في منها بيجي طويل، انا جايبتها للطويل عم تستفيد منها انا اون سنت، انا بحب ليك تنام عليها بردي عليها، وبنفس الوقت بنيم البيبي عليها. وانا عم بحاول اخد سيلفي انا ولورينزو، سوري جايز اذا مغبش الصورة هون، بس امريلي سوري، ما كنت منتبه ابدا انه طالعة بلور. وهذا لورينزو هون بيعمل الجريماسات تبع وجهه. كمان يعني بدي اقول لكم ثانكيو كثير على الفيديو اللي قبل. بهالوقت بكون انا خليت زوزو او جوزي يقعد شوي صغيره معه بالوقت اللي هو عم بينام فيه شوي صغير، يعني هو تقريبا من بعد كل وقت اكل بينام، sometimes ما بينام sometimes بيوع، واذا نام بينام نص ساعه ماكسيموم. بهالوقت بحاول استفيد اذا كان في حدا معي بالبيت، يعني بما انه جوزي معي بالبيت بستفيد فوت بنام شوي صغيره، باخذ لي شي نص ساعه بريك. وsometimes صدقوني 90% من وقتي اوقات ما بنام، مع انه كثير مهم النوم كمان. يعني رجعت وعيد باميلا يو هاف تو جو، كرمال لابو شوي صغير للورانزو، غير له دايبرز، نتسلى نحن وياه، يلعب شوي صغير مع بيو. جايز مشتاقة للنوم بشكل مش طبيعي، صدقوني الأمومة كتير صعبة بنفس الوقت كتير كتير حلوة. اوكي هو بقول عطول 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 بضلوا شائر، هون بيكون قاعد شوي صغيري مع بيو، بيتسلى شوي صغيري هويه، بيلعب هويه صغيري هويه شوي صغيري، بنحكي مع بعض، كتير مهم انه نحكي معه على طول، بنحكي معه يعني حتى وين وي بريست فيد، ونحن عم نغير له الكوش بنحكي معه كرمال يقدر يتعلم الحكي بسرعة. كمان كالعادة خلصنا لعب غيرنا له شوي صغير الكوش، sometimes بغير له الكوش قبل الأكل sometimes من بعد الأكل، بس أوقات ما بحب أغير له إياه من بعد الأكل لأنه بخاف ما يعمل رفلو، بس أوقات بغير له إياه من بعد الأكل إذا حسيته عامل شوية صغيرة وسخ. وأكيد بحاول غنجه على قد ما فيه، أم تعرفوا حنان الأم it's so important، كتير 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 مهم. so كفي له الفيتامين الثاني، هيدا الفيتامين الثاني بعطيه بعد الظهر،
ومن بعدها صار وقت البريست فيدينج. هذا اخر بريست فيدينج بالنهار بعمل له اياه. واذا ملاحظين علي عم بستعمل هدول النبلز للبريست فيدينج لانه ابني ضلوا شهرين بالكوفوز واخر جمعه بلشوا له ببرونسو ما كان كتير يتقبل البريست, سو اضطريت جيب له اياهم لهدول النبلز. بالوقت اللي عم يعمل في بريست فيدينج بحاول اوقاتي اطلع على التليفون يا احضر تي في. هون لورينزو هي از بلاينج وذ اس. بيبي لورينزو يي مامي عمل له كريماسة بوجهك ليتضحك على فكرة. انت عم تصوره. من بعد ما عملها لعبنا شوية صغيرة وقعدناها على حضنة شوية صغيرة على أسهل وقت التامي تايم. التامي تايم كمان ربع ساعة ماكسيموم, يعني بحاول بس حط شوية دقيقة على بطنه برجع بلعبه شوية صغيرة دقيقة على ظهره كرمال قويله الماسلز, اعمل له سبور بإجري لأنه من النوع بيعمل كتير مغص بيعمل عنده كتير غاز مع انه من حليب عم بيشرب, بس قد ما كان يكون الولاد بدهم يمخصوا ما في مجال. سو قد ما فيه بعمل له رياضة وهيك بيكون خلص نهارنا. هذا هو نهارنا guys. نهار عن جد بيكون فول 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 مع نيوبورن مع بيبي. واذا حابين صوركم ماي نايت تايم روتين كمان اكتبولي بالدسكريبشن بار تحت بالكومنتس تحت, سوري مش بالدسكريبشن, وقولوا لي شو حابين تشوفوا فيديوهات للبيبي اذا مش للبيبي غير فيديوهات تحت بالكومنتس. واكيد انا بشوفكم بماي نيكست فيديو. ما تستنوا لايك وشير وسبسكرايب واتابعوني على ماي سوشيال ميديا بلاتفورمز يعني الانستغرام, صرت جديده على التيك توك. سو بحب انكم كمان تتابعوني وانا بشوفكم بماي نيكست فيديو. باي باي.